تسمحوا لنا ان تستجري بيننا ولا تسمحوا. في وقفة احتجاجية جاءت ردا على قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على آمر لواء الصمود العميد صلاح بادي. رفض أهالي وثوار ومجلس حكماء وأعيان مدينة مصرات القرار ووصفوه بالمنحاز وغير المنصف. البيان الصادر عن الأهالي وثوار 17 من فبراير بالمدينة قالوا فيه إن المجتمع الدولي لا يتعامل مع الليبيين وفق معايير العدالة، مستدلين بصمتها إزاء ما تمارسه أطراف أخرى من انتهاكات ضد المدنيين أغلبها يرتقي إلى جرائم حرب. ولعل الحديث هنا عن آمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر الذي دمر مدينتي بنغازي ودرنا وهجر أهليهما، استعان بمرتزقة أجانب ورفض الانصياع إلى قرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد الأسلحة. يقول البيان هو ذاته الذي أدانت محكمة الجنايات الدولية بعض قياديه لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بعضها إعدامات خارج إطار القانون وتصفيات جماعية. يقول بيان الأهالي والثوار إن المجتمع الدولي صرف النظر عن هذا وفرض بالمقابل العقوبات على ثوار 17 من فبراير، كما أنها في ذات الوقت تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها الميليشيات المسيطرة على مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس، وتعتقل الألاف في سجون سرية لا تخضع لسلطة الدولة، وتنهب ثروات الليبيين وأرزاقهم، وهو ما وثقه تقارير لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفريق الخبراء التابع لها. وشدد البيان على أن هذه الانتقائية لن تسهم إلا في زيادة الفوضى وغياب الاستقرار في ليبيا، وأن هدفها تغليب مصالحها وليس الحفاظ على أمن ليبيا.